جود عزيز، عرفها الجمهور من خلال تدويناتها وصورها اللي لاقت انتشارا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولا سيما الانستغرام. هي الشابة السعودية جود عزيز المعروفة بخفة ظلها وبشخصيتها العفوية والمرحة، واللي تجمع بين اهتمامات السيدة العربية بالموضة والفنون والجمال وحتى النشاطات الاجتماعية. قليلة هي حواراتها وإطلالاتها، وتحاول دائما أن تكشف عن الجانب الإيجابي من عملها في الموضة والتدوين. جود عزيز من أكثر مدوني الأزياء والجمال تأثيراً في الخليج العربي، قدرت أنها تحصد حب أكثر من 1,000,000 متابع على الانستغرام. جود اليوم تعيش عالم يتمحور ما بين الأناقة والجمال، وهالشي خلاها مطلب للعديد من الشركات العالمية. عاشت تحديات كبيرة ما بين الدراسة والحفاظ على مكانتها في السوشيال ميديا، ولله الحمد قدرت تنجح بإرادتها وقوة عزيمتها بالطريقين. جود اليوم هي طالبة قانون في الجامعة الأمريكية في دبي. الليلة في عسيف راح يطول الحوار مع جود، ولكن في المختصر حوارنا الليلة بيكون من القلب للقلب. جود عزيز حياك الله معانا في عسيف. نرحب فيك اكيد معنا في برنامج عسيف. جود عزيز من المملكه العربيه السعوديه، مؤثره في السوشيال ميديا. الحمد لله على السلامه ومنورتنا اليوم. الله يسلمك يا رب، شكرا على الكلام الجميل. تستاهلين. يسعد لي مساك جود، وحياك الله معنا اليوم في هذا الحوار المفتوح ما بيننا وبين مشاهدينا ومتابعينك اكيد من المملكه وايضا من الخليج. اليوم هذه زياره تعتبر الاولى لك في الكويت ولا لا؟ يمكن هذه رابع خامس زيارة. يعني زائر الكويت أكثر من مرة. سبب زيارتك هالمرة؟ الحمد لله شاركت في معرض العطور والحمد لله في إقبال كبير. جميل. أنت موجودة جود مع بوتيكات في مشاركة في عطور والكوليكشن خاص في جود. صحيح؟ صحيح. شلون اخترتي التركيبات العطور؟ وهذه أول سنة لك أعتقد مع بوتيكات وعطرك الخاص، صح؟ إيه صحيح، أول سنة لي بالعطر. شلون اخترتي؟ كان جدا صعب الاختيار بالنسبة لي، يعني إنه ما لقيت الريحة اللي أنا أدورها أساساً. فأخذنا وقت طويل على ما ألقى الشيء اللي أنا أبغاه بالضبط. أي بالضبط. وأنتي تحبين دائماً تميلين لل، يعني الحين صارت الأغلب بين، يعني أعتقد من خلال بوتيكات يعني أغلب البنات يعني يحبون دائماً يكون ذوقهم نوعاً ما شوي متغارب، ولا أنتي؟ صحيح. لا أنا مركزة على العود أكثر. مختلفة. اي الحين يمكن هبة العطورات انتشرت حتى يمكن الاشخاص اللي بعيدين عن السوشيال ميديا يمكن متميزين في الوانهم الخاصة، المطربين دخلوا بالخط معاكم في موضوع العطورات، ويعني نظرة الناس لهذا الشيء انا اتوقع ايجابية، ما في انتقاد سلبي على موضوع انه ليش من كل واحد يا وسوى له عطر ايش دعوة، ما في عطورات يعني، ما في براندات، ما في. اي صحيح، لكن العطر يعكس على شخصية الشخص، فممكن احنا نبغى نوصل شخصيتنا من ناحية العطر حقنا. صحيح. عاد معقولة كل واحد يوافق على العطر وينزلوا له ولا؟ لا لازم الواحد يختار بنفسه. يمر بمراحل. اكيد. وانت ما شاء الله يعني متابعينك يعني وصلوا 1,000,000 متابع، فاكيد يعني دام عندك هذه القاعدة الجماهيرية الكبيرة اكيد ان انت قادرة تعرفين على الاقل شنو يحبونه وعارفون جود شنو تحب، عشان شي قادرين انهم يتابعونها. سهل انك توصلين ل1,000,000 متابع؟ مو بالسهوله اللي انتم متوقعينها، خصوصا ان الشعب السعودي اللي هو احنا جدا انتقائيين. صحيح. للشخص يعني مو اي احد احنا نحبه، مو اي احد احنا نتقبله بسهوله. وانت قدرتي ان انت تكونين محبوبه عندهم؟ ولله الحمد ربي حاط فيني القبول. انت اليوم موجود وين تصنفين روحك؟ بلوجر، فاشينيستا، مؤثره في السوشيال ميديا؟ شنو معايير يعني التصنيف هذا عندك؟ لو بيوم واحد، لو باليوم اثر على شخص واحد من بين 1,000,000 شخص، انا راح اكون جدا سعيده. في اي مجال تاثرين فيه؟ في اي مجال، سواء شيء ملموس او شيء غير ملموس. انت اليوم جود شنو تقدمين حق السوشيال ميديا عشان تأثرين عليهم بالإيجاب طبعا؟ ممكن أقدم لهم نصائح بالجامعة، أو أنصحهم، يعني مو أنصحهم، اللي أعلمهم عن تخصصي في الجامعة أكثر، عن السفر،
عن الملابس، عن أشياء زي كذا. يعني بشكل عام لايف ستايل، يعني تشاركين المتابعين كلايف ستايل وحياتك اليومية،